من غير بطاريات أو أسلاك كهربائية تعمل هذه الساعة المصنوعة كليا من الخشب دون توقف، فقد اعتمد مخترعها الياباني كانجو سوزوكي كليا في تشغيلها على نظم الفيزياء والأوزان. عندما بدأ سوزوكي في كتابة تغريدات من حسابه في تويتر عن المراحل الأولى لاختراعه، لم يكن أحد يعرف عن ماذا يتحدث، ولكن بعد عرضه أول فيلم لآلته الجديدة وهي تعمل أعاد 100,000 مغرد نشر ذلك الفيديو. انتشار الخبر وضع المخترع الشاب تحت الأضواء بشكل لم يحظ به أحد من أقرانه السابقين والحاليين المنتسبين لجامعة توهوكا للفن والتصميم في مدينة ياماغاتا اليابانية. يقول سوزوكي إن اختراعه هذا مستوحى من تقليد صناعة الدمى الخشبية المتحركة التي اشتهر بها تراث بلاده. لطالما كنت مسحورا بالدمى الخشبية التي تعتمد في حركتها على دفع الرياح، ورأيت أنها فكرة ممتازة أن أصنع شيئا يقوم على المبدأ نفسه، وهكذا جاءت فكرة صناعة الساعة. تتألف الساعة الكاتبة من 407 قطع خشبية نحتها سوزوكي بنفسه، وقد استغرق صنع كل سبع منها يوما كاملا. ويقول الشاب إنه اضطر إلى إعادة نحت كثير منها مرارا لجعلها أكثر دقة من حيث الوزن والشكل. بإمكان المرء أن يتخيل ساعة تفعل شيئا كل 6 ساعات أو حتى كل ساعة، ولكن أن تقوم بكتابة الوقت كل دقيقة فذلك أمر بغاية الدقة والتعقيد، ولم أتخيل من قبل أن ينجز أحد اختراعا كهذا. يقول سوزوكي إن صنع الساعة الخشبية الكاتبة استغرق 10 أشهر، وإنه خلال تلك المدة انهالت عليه طلبات عدة من مؤسسات تجارية وشركات كبرى تعرض عليه العمل لديها، الأمر الذي يعتبر فاتحة مستقبل باهر.